من بعد عودة خالد عمران للعراق، من بعد ما وصل لنهائي برنامج سديم لصناع المحتوى العرب، شارك مجموعة من الذكريات اللي بتجمعه مع مشتركين سديم خلال كواليس التصوير عبر ستوري انستغرام واللي سماها بفضائح سديم. هاي منو؟ هاي منو؟ سامي؟ هاي منو؟ إلا أنه أضاف بهارات من بهاراته الخاصة بنشر لهي الصورة اللي تجمع بين رغد وفريد. إلا أنه معروف عن رغد بلقب ملكة الفضائح، فردت على خالد بهي الصورة اللي تجمعه مع كارولين. وبعد كل هذا انفجرت مواقع التواصل الاجتماعي بهي الصور تحت شعار فضائح برنامج سديم، وأكثرها على صورة خالد وكارولين، فانتشرت التصاميم على انستغرام بعنوان حب جامد. حب جامد الله، حب جامد الله. شو رأيكم، مين أكتر ثنائي بتحسوهم يلبقوا لبعض، كارولين وخالد أو رغد وفريد؟ اكتبونا رأيكم بخانة التعليقات، مع العلم أنهم مجرد أصدقاء فقط. لا تنسوا تتابعوا صفحتنا عبر انستغرام لمزيد من اخبار اليوتيوبرز.